ابعدوا ابعدوا الحقوني 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 الحقوني. ايه يا سوسك مالك مالك يا سوسك؟ انت جننت ولا ايه يا سوسك؟ جننت بيك يا كليوباترا يا عسل انت. انطونيو جالك اوعى. انت شارب حاجه؟ ايوه شارب عصير فراوله يا عسل انت يا قمر. ميت ناس على الناس الكويسه. طم طم امال في البوغي دخلت ولا ايه؟ جنجم ستايل جنجم ستايل. تقعد يا خواجه انت واقف ليه؟ سيت داون. هو كده حضرتك قاعد؟ لا يا راجل. اه ياه بس بص يا دي ناقص شعره نفس لون شعره. ايوه فعلا يا فندم. يعني انا ممكن ابقى خواجه؟ انت خواجه فعلا يا فندم. شكرا. اه تشرب ايه بقى يا خواجه؟ يعني درينك واي. Can I get a tea without sugar please؟ اه عندنا كل حاجه. تي وزود السكر يا ابني بسرعه. وعندك واحد شايل الخواجه وصلحه. النهارده بقى يا ساده. ساده ولا بحليب؟ انا عايز حلبة يا هيثم ما تنساش. خليهم اتنين والنبي يا هيثم. اخرب بيت غباوه الشركه. اطلع بره يا ابني اطلع بره. غلوشي غلوشي غلوشي. النهارده بقى حضرتك انا هعرض عليك اكبر مشروع سياحي في الشرق الاوسط. سعد ريزورت قريه سياحيه في الغردقه في منتهى الدقه والهندسه المعماريه الفذه. شغل يا ابني الفيديو كوركتر بسرعه. اللي هو انه جهاز ده اللي هو الاسود اللي لسه شاريه. اه ما انا معايا الريموتس بتاعه. ايه بس هو بدوس بليه ما بيش شغال. وريني كده الريموتس ده. هي الحجاره. الحجاره. عد 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 كده يا خواجه. عد 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 على ضراديرك. ايوه يا بس جود اتس جود ثانك يو فيري ماتش. اهو اشتغل. شوف الذكاوه. برافو عليك يا فندم برافو عليك. اتفرج حضرتك كده. ده بقى الرسومات الهندسيه في اتفرج عادي ما تتكسفش عشان تشتري. دي رسومات خدت وقت ومجهود جبار. مجهود غير عادي. رسومات في اتفرج ما تتكسفش عادي. احنا عاملينها علشانك انت. ايوه ونبسط الناس. الرسومات دي في منتهى الدقه والليونه. شايف الليونه والرشاقه في الخطوط الهندسية البديعة. هي دي المشاريع ولا بلاش يا مستر سعد؟ ايه الحلاوة دي يا مستر سعد؟ انا ما كنتش اعرف انك نمسي كده. بس يا زفت اطفي الزفت ده واطلع بره. اطفي اطفي ليه القصعة حلوة؟ اطفي اطلع بره انت كمان. انا عايز اشتري يا حبيبي. تشتري يا حبيبي ايه؟ بقول لك ايه اطلع بره يا راجل يا ناقص. انت بتنده ليه دلوقتي؟ مش قلت اطلعوا بره؟ مش انت يا زفت اطلع بره اطلع بره اطلع بره. هتاكلوا احلى طبق سلطه من ايدي. ينفع يعني ينفع اخوك وسمير قاعد يخترع فوق في الاوضه لوحده واحنا بنتعشى كده؟ سيبيه يا ماما سيبيه بيعمل حاجات غريبه. بابي انا عايزه طبق سلطه. خدي يا حبيبي. كيري ايه ده يا بابي؟ ايه يا عم ده؟ ما الباقي نفس الطعم. مش عايزه. احسن هبقى طماطمايه. انا اللي عامله وانا اللي هاكله. فندمايه ايه؟ فندمايه كل معانا. ايه ده انت ازاي تقتحم علينا بيتنا؟ انتوا اللي اقتحمتوا عليا بيتي وحياتي كلها. حياتي اللي طول عمري بحلم بيها وببنيها طوبه طوبه. جه
جيتوا انتوا في لحظه هديتوا كل ده، ضيعتوني، دمرتوا حياتي وبيتي وشغلي. انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ حرام عليكم بقى، كفايه بقى، حرام عليكم. واخد شنطتك رايح على فين؟ انا رايحه عند مامي. ليه يا ميرو؟ انا زعلتك؟ انت عاجبك اللي وصلنا له ده؟ انا خلاص ما بقتش قادره استحمل اعيش معاك. سيبيني ميرو، اعقلي. اعقل؟ انا خلاص اتجننت. انت عارف من امتى؟ من اول ما اتخطبنا الكل نصحني ما اتجوزكش، بس انا اصريت. عارف ليه؟ عشان حبيت الطفل اللي جواك، حبيت حنية قلبك، استحملت تصرفات العيال بتاعتك دي كتير قوي، بس قلت معلش عشان معلش طفولته وهو صغير. لكن مش قادرة استحمل سوسك، انت تصرفاتك خسرتك كل حاجة، خسرتك بيتك وشغلك وحياتك. حتى انا يا سوسك انا حاولت اغيرك بس ما قدرتش. انا ماشية ومش هرجع هنا تاني الا لما تتغير. الحب أمان مش حرب. ميرت، ميرت ما تسيبنيش، بحبك. غير علشانك مريت، انا محتاج لك، انت الانسانة الوحيدة اللي حبيتها، الوحيدة اللي فهمتني. تقومي تسيبيني؟ ده انا سعد السعد. انت مين؟ مريت